بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطفالي الأعزاء، مرحبا بكم معنا مجددا. اليوم لدينا مكون القسط في الوحدة الخامسة. كتذكير، درسنا الماضي يا أطفالي في مكون القسط هو أطيع والدي، بما أننا نعلم أن الله عز وجل قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يجب علي يا أطفالي أن أطيع والدي، لأن الله أوصاني بطاعتهما واحترامهما، سماع كلامهما، إطعامهما، وكسوتهما عند الكبار. إذن المطلوب مني أن أطيع أبي وأمي، لأنهما ربياني وتعبا من أجلي، وأتحدث معهما بأدب. قال الله تعالى: وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. جيد، إذن لدينا اليوم درس جديد تحت عنوان أحسن معاملة زملائي. الهدف التعلمي أن أميز بين المعاملة الحسنة والمعاملة السيئة في الحي والمدرسة. لاحظوا هذه الصورة جيدا. ماذا تشاهدون في هذه الصورة؟ نعم، انظر إلى الطفل الذي يرتدي قميص أزرق. نعم، ماذا يفعل؟ نعم، يمد يده إلى زميله، يريد أن يسلم عليه. لكن هل عامله زميله بالمثل؟ لا، صديقه لم يمد يده إليه ولا يرغب السلام عليه. جيد، لنكتشف هذا الأمر أكثر هيا معنا لنقرأ الوضعية. تقدم محمود للسلام على صديقه ليصالحه، فنهره قائلا: لا تكلمني منذ اليوم، ما رأيك في تصرفه؟ سأعيد: تقدم محمود للسلام على صديقه ليصالحه، فنهره قائلا: لا تكلمني منذ اليوم، ما رأيك في تصرفه؟